بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الأستاذ سليم سعدي على إتاحته الفرصة لنا في هذا اليوم حول طريقة وكيفية إنشاء مؤسسة بفرنسا، حيث قدم لنا معلومات قيمة وذات قيمة كبيرة من الناحية القانونية والناحية الاقتصادية، ونشكره دائما على هذه الاستضافة، وإن شاء الله في معلومات أخرى في الأيام القادمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم انتقلت من الاستاذ لنا الجيل الاستاذ محسن محسن الاستاذ سليم سعدي، درنا دوره تكوينيه حول انشاء مؤسسه في فرنسا. الحمد لله تلقينا معلومات قيمه ونادره اللي ملقينا حتى في الانترنت، كان شرح بسيط وسلس يعني وصلنا المعلومه. نشكره ونتمنى له التوفيق ان شاء الله، ورانا معه. شكرا.